حق الطفولة صحة علم وحب وحنان. مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. اليوم موضوع مهم 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 جدا، أنا شخصيا نعتبره من أهم المواضيع في تربية النشأ، هي الأخطاء التربوية. إذا لابد من جعل التلميذ يحبني، وهذه هذا إجراء تربوي مهم. حتى يكون صوته مسموع. ممكن التلميذ يجي صباح يقول له علاش ما درتش الواجب تاعك، رفد المحفظة وروح ما توليش حتى تجيب الوالد تاعك. طلب العلم لننفع أهلنا. والأستاذ بالضبط له مسؤولية أيضا، يعني شراكة، لازم تكون شراكة بين الأولياء والمدرسة. حصتكم أولادنا تحت جناحنا الموجهة للأولياء تأتيكم هذا الأسبوع بموضوع مهم، هو موضوع الأخطاء التربوية. مع أخصائيين رح نتعرفوا على هذه الأخطاء التربوية ونعرفوا كذلك كيفاش نقدروا نتعاملوا معها. رافقونا وتابعونا عبر موقع الانترنت أولادنا تحت جناحنا.com وكذلك عبر صفحة الفيسبوك أولادنا تحت جناحنا. انتظرونا في حلقة المقبلة إن شاء الله. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حقنا